عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق قناة طارق جيمينج ستريم. اليوم إن شاء الله راح نحكي لكم إشي مختلف. بنلعب تحدي مع أحمد طه. مرحبا. طيب هلا إحنا بدنا نحاول بدنا نلعب ميليز اللي هي نقتل بعض في المساكين أو أي سلاح ميلي طلع لنا من الكريبتو كي. خلينا هلا نبلش في الجيم ويلا إن شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب إذا كنتوا جاد على القناة. طبعا يمكن الاثنين الجاي ما اقدر اعمل الفيديو لانه علي شغله اعملها. يوم الخميس الجاي ان شاء الله بعمل الفيديو. احكوا لي في الكومنتس ايش بتحبوا الخميس الجاي اعملكم. ويلا ان شاء الله يشوفكم الفيديو. صار ما بعرف اذا راح اروح اصلا. طارق حتلعب بالكومبات نايف؟ طبعا انا لانه ما عنديش اصلا ملي حسن ما شايف بالله عليك حظي يعني. حلعب زيك الكومبات نايف. يلا طبعا هاي زي ما انا حكيت لكم انه بدنا نحاول نقتل في السكاكين سلاح الملي اسلحة الملي. اطلع اطلع وينك وينك. احكوا لي في الكومنت ما تنسوا انه ايش بتحبوا الخميس الجاي اعملكم. يا الله في اكس مش عارف كيف ما جبت فيك. شوف الاكس تبعتي شفتها هاي هاي كيف. يا والله قريب كثير. حلو حلو بلعب الكومبات نايف. انت حاططها تحت. انا حاطط انا صحيح نسيت. انت كم من سلاح عندك؟ كم من سلاح ملي عندك؟ عندي الحساب الجديد لحاله عندي ثلاث. عندي الباك في السرز وعندي الاس في السبيتس وعندي الرمش. لازم بالله عليك يا زلمه شو الحظ هذا؟ بس طلع ليش اسلحه. انت طلعت اكس جراند حلو كثير. هو هذا مش سلاح ملي بس انا كيف كيف؟ استنى ترى شو بدي اعمل. فلتت ليز مني. يا الله بسرعه 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 بسرعه. فلتت ليز. اي 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 ياخ. يلا هي واحد حلو. انا طبعا فكرت كنت داوقع هون. حلو حلو. شوف هاي. طلعت فجأة. أنا اسمع أنا رجعت لورا شوي. شوف. طلع. شفتك جايلي. رجعت لورا شوي. طلعت ربي. شو انت ما شفتنيش كيف رجعت لورا؟ هي عشان هيك انت ما جبتني يعني. يا شو محمد. اصلا زمان بعض. طبعا اي اشي يعني اي اشي بدكم اياه في الفيديو الجاي احكوا لي اياه. ما تنسوش هاي يعني. عشان انا اعملكم اياها على. ماشي. ما طلبتش رايك. اوه. راسي. هيد شوتس. طلع كيف جت. اسمع راسي بنص راسي. طلع
ماشي ودنش كني شفت اكس جنبي حلوة حلوة انا شفت الاكس جنبي بالضبط اسمع عجبه شفت هي هي صار هنا جاي تعب قلبت شوي شوي تحت اسمع وقف شوي على الباب ال نعم نعم ايش سوري شوي العب لا لا يا الله والله يس يس اسمع كنت بدور عليك والله ما كنت شايفه كنت بعيد بعدين ذكرت ان انا حاطة بلانك فحكيت اكيد ناس مسويين نينجا ديفيوز ما كنت شايفه فكرت خلاص سويتها انا ما كنت شايفك طلعت شمال لقيتك جنبي خلاص قلت موتت كنت لك شوي كنت اتري لو معي اكس والله تركتها ورميتها عليك بس ما كان معي اكس وانا ما معي اكس ولا كنت شفتك من الاول اتخبيت لك ورا الباب اساسا لما تفوت اطلق بعدين طبعا خاف يزن فنان يجيب مثلا وين انت لو انا يزن بجيبك ما فيها يا الله جنبيك كمان شكرا الاكس الله حلو 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 يلا بس طبعا الفيديو راح يكون شوي طويل راح يكون يمكن 24 راوند ال خليت ماشي خليت ماشي المره الجاي اذا طلبوا تحدي يا الله اجت العكس على راسي بموتش وينك شفت الاك جاي علي شوي شوي شفت انا هيك بانك شوت بانك شوت بانك شوت جت ببطنك صح هون بطشت على انا شايفها خفيت لقيت حتى صفطت فيني بطنك اجت صح حلو حلو يلا هي اربعة اربعة ليش عم تروح انت على فيك على فكرة لاكس فيك تعرف ليش ما يجي فيك صراحة وين على وين اروح؟ بحكي لك لما بتروح على بيب اوه حلو حلو هاي الكلمة شو في في؟ على بي يعني على جهة تانية من الماب ليه دائما تطلع بالنص؟ لأنه بحب في النص ترى كيف اجت؟ انا فكرت خلص قلت قاتلني
لا هاي المفروض هيك تحط بدك تبدأ تحطها في راسي. بس هي مرات هيك متعلقة او شيء زي بتكون ما عملتها صح يعني ما اجت عند راسي بالضبط عشان هيك ما فيش انه تعلق. عرفت يجي فيك مستحيلة تهيئك ساكت تعال المهم وينهم بسم الله الرحمن الرحيم شلون اسمه كله تهيئ لي شفت ذا اوه من ورا السموك ايش انا فكرت قلت لا خلاص مش جاي فيه جاي جنبي على اليمين على يميني او على يمينه على يمينه طلع قلت خلاص هاي جاي على يميني طلع ابصر كيف اجت كنت لا فجر بدي اروح اجيب اللاكس اللي وراي حلوة حلوة يلا السلام عليكم من جهة طيب ماشي نشوف نشوف يا تارق بوي جنبيك لاكس وانت والله يا والله يا حلوة والله كيف اجت صح والله مصرفين فيك من بعيد طلع طلع مرة حرم عليك سموك هون ماسك سموك ان شاء الله يبين لا ما بين بدي ارميه مبين لا يمكن انت وانت بترمي فيه انت بتفتح فيه باكي بس رمي اطلع على نص المرة يلا تعال يا حرام يا حرام والله كانت قريبة طلع 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 شفته طلع طلع ابصر كيف جبتني انت حاولتني هون لفيت انا كيف جبتني كيف يا ظلام انا كنت راح اضرب انا خلص راح نسرع لكم الفيديو شوي هلا خلينا هلا نشوف مين اللي بوصل لراوند 16 بس اللي وصل لراوند 16 مبطئ طبعا خلص قررنا تكون ال 14 تسريع عشان كنت تحضر الفيديو انت شوف خلص خلينا ال 14 نرجع لكم
مرحبا، يرجعنا القسم 14 عليه. يلا في حالكم. طبعا ان شاء الله تكونوا حضرتوا الفيديو بس في السرعة. هلا احنا صرنا 14-0 14-0 ايه 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 لك سلاح خلاص كفي رحمتك كثير. القعد شو قعدت ليش؟ تشخطنا على راسي وترجع مرة رقبتي سبها يعني ان جد يعني شو صار سنة يا حلي هسه الفيديو للي بيحضروا اسد شكل كيف يلا طلعنا على نص الماء عم تظبطوا معنا اوه شفت كلوناتك حبيبي يما كيف انت هون ضربتك اوه ايس اوف سبيد على ايه ايوه شوف خلينا ناخذ لك سويها على الخمسة تخيل على الخمسة على الخمسة بالضبط يا بي اترك الايد عاد صار شيء يا بك عاد الايد اي حلو حلو شو يعني فجرك هسه؟ فردينا تفكرني بلعب معك جد 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 تفكرني بلعب معك جد انا العب من يزن بالميليز طيب اطلع لي على نص الماب وهسه كنت في نص الماب وانت زي البنطات هو متخبي هي هيك علقت طبعا اكيد دائما بعلق اخلص هسه بتشوف كيف علقت ما تفلسفش هسه بتشوف كيف علقت طلع الاكس شفتها؟ طلع هون طلع شو صار معي طلع شو صار معي طب انت شفت الاكس اللي كانت جاي فيك اللي اجت من تحتيك كانت جاي فيك كان لا كانت جاي فيك اخذتها ورميتها كانت تحتيك اخذت علي انت كثير هاي نص الماب يا
الله طبعا لا طبعا لا شفت تبعتي انت بتطلعش تبعتي بتكون جنب راسك بعدين انت تبعتي تكون اخذ ذنب اللي طلع تبعتي انا هيني طالع على نفسي زي الزلام يلا شوف المفاجأة هلا اطلع على نص الماب جاهز المفاجأة لا وقعت 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 سويت اسمع سويت بلعب بي صح؟ اه طيب وحياة الله انا وقعت كنت قاتلك لا ما كنت قريب على البيت ما كنت عند ما عملت بلان كبير انت اطلع على نص الماب وبس انا ايه في نص الماب ها واضح ومتخبي لك كمان لا اسمع اقسم بالله بتفجرني فيها لا طيب حرام خلص وش بتصير لا لا اسمع كنت واقف على الحفة على حفة السور ورامي الدارت فرحت جيت امشي عشان اركض رحت وقعت ركضت طلعت برا الماب استاهل زي ما صار معي قبل شوي يلا وينك هاي في نص الماب انا في نص الماب كيف وين نص الماب تخوف عليك مين بتخطر؟ في ايدك اسمع صح اجت في ايدك شوف 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 طلع يلا حلو حلو تفكر راح تفوز؟ ما كنت بفكر نشوف 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 انا في نص الماب تعال اطلع يا والله قريب كثير طلع طلع تفضل ترجع لورا زي الطنطاط انا بضل احجم اوه طب حلو 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 سوي بلانت خلي اللعبة حلوة يعني انت بتفكرني بسويش بلانت دائما بسوي بلانت يا حبيبي ورايح حبيبي كمان على فكرة أنا بيه ومسحته مسح شامل له هياك لا كنت رايحة بيه يعني عرفت كيف؟ ترى كنت تفتش فيدي إلا أربع مرات يمكن صح؟ إيه؟ طبعا هذا مش عارف كيف ما إجي أربع مرات يا زلمة والله كنت بدي ازحلق عليك بس ما عمل حلو حلو يلا بعرفش كيف ما اجت طيب مش كيف توصل كيف وصلت يا حبيبي سبحان الله حتى لو كومبات نايف هاي توصل لا والله لا توصل الرانش والكومبات نايف نفس الاشي الرانش مش طويل على فكرة عادي كلها عادي اما النانشاكس اوكي ما حكيتش شي تعال الريسبون تبعي انا في الريسبون مكمل
وينك؟ تدري شايفني؟ ما اعرف اللي قلت على فكرة من قبلك. في نص راسي اجى طلع طلع الاكس. بانك شوت وين؟ حلو حلو يلا تعال على سبون. على سبونك كم مخبي شيء؟ معيش اكس مشكلتي. حلوة هاي والله صح. طلع طلع اي ليش ما بيعيدوها؟ نطيت من فوقيك وانت نطيت. لا انا على فكرة زحلقت لتحت مش انت نطيت من فوقي. لا مش هلا انا نطيت وانت زحلقت ورحت طلعت برا الماء. وين انت؟ انا في نص الماب. وهي الاكسات شو بتيجي قريب مني؟ مشكلة انك ما بتهجم لي عشان هيك تقدر تقتلني اذا هجمت لك انا. طيب حلوة. لفيت تقريبا نص 360. لفيت زي 360 نص بقول لك نص 360 ولا نص حتى ولا ربع. لفيت شفت وين انا رميت. هاي في الرسبون عم تسجل انا. ممكن رجع حرام اعرف انك هون. يزبط كيف شايف ما جبتها. اوف وهاي كمان. Switching operation ready point. ماني في السبون. لا يا زلمه يلا تعال في نص الماب. انا هنا في نص الماب. يلا ضايل جيم 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 ضايل. هذا ماشي بس طلع هاد شفته كثير قريب. حلو حلو نص الماب. تعرف نص الماب سنة سنة لا تلعب مش لعب خاسر. لعب لعب. شكرا للمتابعة. ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا مع السلامة.